واقعيا. طيب تمام، كيف بدي اكسر اللون الصريح بكل اللي انا شغال عليه؟ في شيء اسمه على الادجستمنت فيدد فيلم، تمام، بس برفع الفيدد فيلم، شوف راح يسوي، كسر حده البلاك وكسر حده الاصفر وكسر حده الازرق. تمام، واضح عندكم شباب اللي بشتغل عليه؟ اي واضح. تمام. هلا في شيء، في الشارب يعني اللي هو الشاربنس، يعني هلا الحلو فيه بالشاربنس هنا مش انه اذا بتنزل بس يعني ليميت معين لغايه، يعني بقدر ارفع الشاربنس مثلا، ازيد الشاربنس. هلا طب ماينص 10 ايش بصير عندي؟ صار عندي بلير، صار البلير اي شوي. تمام، واذا انا بنزل مثلا سالب 50 صار عندي بلير، يعني انا مش بحاجه استخدم الموشن بلير، او عفوا مش الموشن بلير، البلير العادي يعني اللي هو الفاست بلير. انا مو بحاجته، تمام، انا مو بحاجه الفاست بلير. ليش؟ لانه انا عم بشتغل على ادجستمنت لاير، ما عم بشتغل على نفس الـ الفيديو. انا عم بشتغل على ادجستمنت لاير، معناته كل اللي ما تحت متاثر في البلير. لكن بدك انت تفصل، لا استخدم الفاست بلاير، يعني اذا بدك شيء لاير معين هو اللي ياخذه، لاير لا هنا استخدم. لكن اذا بدك تشتغل على الكل فانت مش بحاجه للفاست بلير، لانه الشاربنس يغنيك. خلينا نحطه سالب 1، ما بدي اياه يكون، يعني ما بدي الانجاز. انا لسه لو كنت مرندر بدون الخلفيه كنت راح اصدم كوفي جي من ريد جاينت اسمه كي كوركت. كي كوركت خصيصا للتعامل مع الالفا والحد من مشاكل الالفا والماتشنج، حتى في الماتشنج، حتى في الرام بالفا باخذ. فان شاء الله المره الجايه بكون عامل له الفا وشوفوا اللعب على الالفا كيف، لما بدك تحط هاي الشخصيه وراها مثلا بيت او شمس او سماء، كيف تعمل ماتشنج ما بين الحواف وما بين الخلفيه. اي طبعا اكبر مشكله هي الحواف طبعا. يعني هو الدرس اليوم كومبوزيتنج، بس انا بعرف ايش بروح فيها. رهيب. حلو طبعا، هذه شغلات قويه طبعا. وايد غلط، احنا تلقى اخر رندر وطلع هني لمعه زياده، هني طلع شوي احلام زياده. فحتى مرات بيني وبينك، حتى وانت عارف يعني هالشيء، انه حتى الباسز مرات ما يحلها. والله ما يحلها الباسز، ما يحلها. ترد تعيد لان اصلا اي حتى الباسز يكون هو رندر بالاساس، يعني اذا مو مرتب صحيح. فشوفوا هلا مثلا عندك هنا مثلا هذا ان شاء الله، بس خليني راح اورجيكم شيء كثير يعني اروع ما ممكن لك تتخيل، كيف تعمل الماتشنج، حتى كيف ممكن تزيد اللايت. يعني مثلا شايفين الاكتاف من هون، بزيد اللايت على حسب الانفايرمنت الموجوده عندي، مو شرط تكون من المايه، من اي فيديو موجود انت بتجيبه، كيف تحط اللايت تضيفه وتعمل عليه الفيدر ويكون ماخذ من نفس الروح ان شاء الله. هذه لما اطلعها الفا، انا والله دورت على الفا ابو نواف، شكرا لك انت يعني عالجت الموضوع اليوم ان شاء الله. نرجع اوكي، نرجع هلا هنا، احنا هسه حكينا عن الشاربنس خليناها سالب 1. هلا في عندك الفيبين، شوف شايف يا وين معنا، شو اسمه مصطفى؟ مصطفى عادي من عق مصطفى من عق، كنا بالانجليزي عادي يعني. لا انا دورجي انه الموضوع طبيعي، يعني كلاتنا عكيك عادي مش مشكله. طيب شايف عادي، فشايف الفايبرنس الموضوع عليه. شو وظيفه الفايبرنس؟ الفايبرنس انه بتغذي لك، يعني مثلا على سبيل المثال لو رحت انا على الستاتيوريشن، نزلته انا شوي الستاتيوريشن، انا هيك عاجبني الستاتيوريشن تمام، بس مشكلته انه فقد كثير من الكلر. الفايبرنس بغذي الصوره بشكل اكبر بدون ما تزيد ولا على ايدي بالنسبه للاكسبوجر وما سبق. هو لعبته الوان، بس لعبته الالوان فقط، ما بيأثر على حده اللو، على حده اللايت او ينزل من اللايت، هو بس لعبته الوان. بيزيد لك يعني، هو بيزيد يعني بتطلع مثلا لوين ممكن اقدر ازيد طلع. ايه لعبتها اللون بس انا برضو حريص اني ما يعني اني ما ازيد كثير، يعني ما بزيد كثير. ننزل
الساتيوريشن هي الساتيوريشن اذا حبيت انت كمان تخفف يعني زيد من الفايبر وتنزل من الساتيوريشن. هلا في عندي انا هون الشادو تنت والهاي تنت. لو كبسنا على هذه خلينا ناخذ مثلا اللون نوقف هون، اعتمد انه مثلا هذا الجو من التنت اللي انا بحاجته، والهاي تنت الهاي مثلا يكون على اخضر ما في مشكله، او ربما على احمر شوي. لا استنى شوي نعمل شيء كويس، ايوه يعني ما بين الازرق الغامق والازرق الفاتح. تمام، اذا تيجي هناك تعمل كلر بالانس ما بيناتهم، توحد ما بين الاثنين علشان ما يصير كل واحد يعمل لك مشاكل، تعمل كلر بالانس ما بين الاثنين. تمام، الكيرف نيجي عليه، بس انا في عندي لون اللي هو البنفسجي، انا ما بدي اياه، ما بدي اللون البنفسجي يكون من ضمن من الصوره. اذا بطلع على اللبسه راح الاقي هون، لاحظوا انه هون في عم تكثر لون بنفسجي، شايفينه؟ ما بدي هذا البنفسجي، بدي الغيه، ما بدي اياه. فبضرب هون بس كليك، وبضرب هون كليك، وبضرب هون كليك، تمام؟ وشو بعمل؟ بسحبه من الصوره، ببدا اسحب فيه من الصوره، بلغيه. اي شيء لون شايف اختفى، هي عماله بختفي شوي عماله بروح، بس بدي اكون حريص انه ما يكون في اللون البنفسجي موجود علشان ما اسحبه واخرب صوتي. تمام، هذا بالنسبه لهذا الموضوع. اللون الاصفر مثلا، شايفين اللون الاصفر؟ انا بدي اياه يكون هيوج اكثر، بضرب واحد واثنين وبرفع بالاصفر. لاحظوا الاصفر كيف زاد؟ زاد الاصفر عندي. وبرضه كمان بكون حريص، يعني ما بزيد كثير. مثلا الازرق بدي اياه يكون الازرق السماوي، بدي اياه يعني يكون غالب شوي على الاخضر. بمسك الازرق وببدا ارفع فيه، ما حيبين لانه انا لسه مش عامل الكلر الازرق. لما ببدا بالكلر راح كل هذه الاشياء تحسوا فيه. نروح هسه هون على شيء اسمه كلر وين. تمام؟ هلا هون انا ايش بدي الثيمه تبعتي؟ ايش الثيمه تبعتي تكون؟ هل بدي اياها اللون الاخضر؟ هل بدي اياها اللون الازرق الكامل؟ مثلا خلينا نحكي اللون الازرق. طبعا هذا الشادو ايش بدي يكون على ازرق؟ الميد تون هو الاساس، يعني اذا بدي ازرق خلص هاي كل الصوره بتصير زرق. تمام؟ انا مثلا نختار شيء ولو سريع، بس انا بحاول اعطيكم الزبده من الموضوع. طيب نروح على شيء اسمه اللي هو الاف اس ال سكندري. تذكروا كنت احكي لكم لسه على موضوع انه كيف الافلام الامريكيه بيكون وجه الممثل طبيعي ولكن الخلفيات وكل شيء ازرق بدون كي فريم. هلا هون في شيء نشتغل عليه على نظام الالفا، بحاول اعمل الفا على نظام الكلر. كيف هذه؟ باجي على الكي، تمام؟ باخذ ست كي، الست كي هذا اللون، تمام؟ وادد كي برضه باخذ كمان، عفوا ادد كي برضه باخذ هذا اللون. والريموف كلر ما عندي ريموف كلر هلا حاليا، خليها ما عندي مشكله. هلا انا بقدر اعمل له مثلا شو ماسك. لاحظوا هو اعطاني الالوان اللي موجوده في اللي انا حددت له اياها، تمام؟ اذا رحت على الريفاين راح الاقي في عندي دينويزر اللي هو هذا النويز، هذا التعرج، وفي عندي البلير. اذا رفعت الدينويزر على 100 ورفعت البلير على 100 ايش بين؟ بينت شخصيتي. اي بدات تبين ملامحها. بينت الملامح، تمام. هلا هون بروح مثلا على الكلر كوركشن، تمام؟ في عندي تمبريتشر اذا بدي، او كلر ويل اذا بدي انا اغير، يعني مثلا بدي ازيد صفار مثلا، او بدي اخليه مثلا ازرق، بقدر هسه العب بلونه بالطريقه اللي انا بدي اياها. يعني بيجي مثلا المخرج بيحكي لي مثلا يا ريت لو كان مثلا مش اصفر، كان مثلا ازرق، بقلبه ازرق بالكامل ويتحرك مع يتحرك بالكاميرا مثل ما بده، بدون ماسكينج. تمام. هلا هون التنت اذا بدي ازيد بدي اغير تنت، معروف التنت العادي. الكونتراست اذا بدي ازيد كمان بالكونتراست، ازيد كونتراست تبعه ازيده. والستاتيوريشن، تمام. خلينا هسه اروح ازيح الماسك. لاحظوا شو صار عندي هون بالصوره. اللي صار عندي بالصوره انه لو انا رحت على الانفو
لو رحت انا هون وحطيت رح الاقي الانفو هون الانفو شباب هون هذه هي رح الاقي انه الارقام كالتالي لو انا اجيت حطيت على الاصفر رح الاقي انه 8366 8087 انا بالحاله هذه اللون عندي ممتاز جدا جدا بينما لو اروح انا هون على جري او على الاسود مثلا هذا لاحظوا رح يصير هنا في اختلاف في الارقام رح يصير في عندك 0 6 193 هون بيصير انه هذا اللون مو واضح ومو صحيح يعني في 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 مزيج بينما لما بيكون عندك الهارد بالانفو عالي راح تلاقي انه اول ثلاث ارقام متشابهين لاحظ 727 6 7570 لاحظ هذه بلغه الكلر بتساعدك كثير على حتى تعرف انه انت الالوان عندك صحيحه او مو صحيحه طبعا مع الوقت ان شاء الله بتصيروا يعني ايدك خلاص بتاخذ يعني اي هذا الفرق بين الاي اكس ار والسيستم يكون غنيه 32 بت والهذا الالوان هذه كل ما يكون قريب هلا اي هلا الحلو في هذا اللي هو اللومتر اصلا هو 32 يعني ما له 16 ولا هو 8 هو 32 يعني ما بيشتغلش الا مع هيك فلما بتشوفه في البريمير تيجي بدك تحطه مثلا على 8 ما بزبطش لازم 32 لازم 32 بت ايه لازم تدري هلا في مثلا اللي بحب في ناس بتحب البنيت بس بحسوا البنيت انه ثقيل شوي او مش عارفه مش ثقيل يعني هيك بشع فانت في اشكال في للبنيت كثير حلوه تقدر تستخدمها انت ايش بتشوف مناسب حسب بدك اياه مكعب الفيدر قديش بدك الفيدر تمام هلا خلينا نطلع شوي لفوق نروح لاول شيء تمام اتاكد بس اموري كلها تمام هاي لايتس وجر كونتراست طبعا مثل هاي الامور الواحد يعني الا ما تقعد بينك وبين نفسك تزيد عيد تحط فطبيعي يعني ما في شيء تخلصوا بكبسة زر زي ما بحكوها إلا ما تعيد وتزيد خلينا نروح مثلاً على الكيرفز ننزل هسه بالكيرف هسه بدنا نحاول نعالج شوي الأماكن اللي فيها يعني هايلايت عالي أشياء زي كذا نحاول نخفف منها قدر المستطاع بدون ما نخرب وبدون ما يعني نفقد حلاوة الأبيض صراحة خلينا نحكيها حلاوة الأبيض تأكد بس أنا أموري كلها تمام نرفع البلير نشوف أوكي في طبعاً التمبريتشر إذا بدك مثلاً حابب تعمل لون على الكل تعمل على التمبريتشر أنا ما بحبوش يعني بصراحة بخلي زيرو بخلي زيرو مبدئيا يعني تقريبا هذا اللي عندي اليوم حبيت اشارككم فيه حلو بصراحه حبيت يعني نحكي يعني الحلو في الموضوع انا عندي هذا الفيديو نشوف اللون الاصفر هل ممكن اللون الاصفر يعمل لي مشاكل بالبريفيو مثلا هذا بدون مثلا انا ما اعمل له ماسك يعني ما في ماسك عشان اعمل تراكنج عشان اللون الاصفر يضله اصفر تمام ولاحظ هيو بالفيديو عم بمشي ومش عامل لي اي مشاكل والحياه حلوه ممتاز الله يعطيك العافيه ابو حلا ممتاز زين حبيبي حبيبي ابو حلا حاولت تلغي لي بس هل الافكت هذا اللي حطيته ما شاء الله ممتاز مفيد انا يعني خاصه عمق الالوان جميل بس في بعد افكت جميل بالافتر افكت زين روح على اللي هو الافكتات عندك زين على الكرر كوركشن وين هذا ثاني بس لا مش بس الافكت روح على الافكت انزل تحت بالافكت شفت يوتيليتي لا فوق التنت
تحت انزل انزل تحت لا يسار يسار اطلع من برا اطلع برا اسم احكي لي اسم احكي لي احكي لي اسم سنتك بريتشر بريتشر هذه على اليسار على اليسار ايوه على اليسار ايوه هذه ايوه هذا 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 اللي هو فعلته هذا انت مفعله لا لا مو مفعله انا ما بستخدمه هذا ممتاز ممتاز هذا جدا انا دائما استخدمه يعني اي هذا ممتاز بس يعني انا احكي لك اياه اللوميتر كافي هلا اللوميتر كافي هلا انا ما بقول لك انه مثلا على سبيل المثال لو شغلنا الثاني مثلا نشغل هاي مثلا تمام يعني لو احكي لك مثلا على هذه يعني هذه مثلا ما بتكون مثلا هيك انا خلص فاينل هلا اذا في عندي مثلا على سبيل المثال في عندي خلينا نحكي مثلا اتموسفير خلينا نجيب الاتموسفير مثلا شيء زي هيك نشوف مثلا يعني ايش زي هيك مو مشكله اجيب مثلا تمام هلا اذا انت حطيت ادوات مشابهه لهي الاداه تمام انت هون كل شيء عم بصير عم بيختلف عندك مهما كان الكلام حتى لو مسكته مثلا وحطيته تحت حياخذ بس مش الشيء اللي بدي اياه تمام في الحاله هذه انت هون لازم شو تعمل لو عملنا مثلا F4 وشغلنا مثلا البلند شغلنا له البلندات هون بتقدر انت كمان تاخذ اشكال من البلندات او الاشي الثاني واللي انا بحبه كثير بحب اعمله مثلا شوف زي هذه مثلا كثير حلوه تمام اللي هي كثير حلوه شوف كيف من هون مثلا لو مسكناها حطيناها هون او هون وبلشنا الجو نعتم فيه وكذا ونظبط كله يعني انا من رايي انه كل شيء لوش كل شيء له يعني مثلا يعني مثلا لو عملنا رحنا مثلا هيك بس مثلا ما نقدر على الشباب لو رحنا عملنا مثلا سوليد تمام وعملنا هذا السوليد خلينا نضلنا هون بهاي يعني يعني ما تطلع لفوق كثير ولا تنزل لتحت خليك في الوسط ورحنا هون واخترنا خلينا نختار هذا اللون قريب على الجريد تمام طفينا هذا اوكي بس انا سلكتد عليه ومسكت الماسك خلي مثلا خلينا نعمل هيك تمام خلينا نروح نعمل فيذر تمام فين يا شباب هلا هون لو رحت حطيت له كلاسيك كلر بير شوف شو اعطاني هيك ماشي لو رحت انا هسه على كباسيتي على الاوباسيتي بلشت انزل 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 يعني ممكن تنزل حتى ل 23 تمام سوري ممكن تنزل ل 23 تمام هلا لما باجي مثلا بعمل انيميشن انا عارف انه في تراكنج ولا معي كاميرا لانه هو طبعا انت مش حتحس في الافكت كثير لانه هو مش يعني ما في كاميرا ماتشنج مع اثنين يعني عرفت بس انا بحاول اورجيك قديش انت مثلا ممكن في حتى بدون بلجنز قديش انت ممكن تشتغل قديش انت ممكن تعمل شغل عظيم الافتر افكت ممتاز ايه ايه يعطيك يعطيك بس انت بس انت حاول بس انت دائما حاول حاول يعني جرب ودائما اللي بيحكمك في هاي الامور هو انت على ايش بتشتغل او ايش المود اللي انت رايح له تمام المود هو اللي بفعله طبعا لو جينا احنا بس بالاخير بس فعلنا بيكسل موشن بلاير مش حيبين شيء لانه الكاميرا تراك ان يعني لما تكون الكاميرا تراك ان ما 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 بتشوف بس هو كثير مهم البيكسل موشن بلاير موشن بلاير على الحركه ولا تنسوا بال2017 علشان تفعل الجي بي يو زمان كنا نلف مليون لفه بس اكبس على 32 وبتروح على فيديو ريندرينج افكت بيكون محطوط هو ميركوري سوفت وير اونلي انت بتحطه بتفعل له الكودا عشان يشتغل على نظام الكودا واذا في عندك اي شيء من هون زي الكلر مانجمنت اللي شرحت لك اياه قبل فتره ابو نواف هذه روعه موجوده بتكون موجودة هون حتى الاوديو سيتنج كمان بيكون موجود هذا الجديد علشان اذا انت ما لقيتها بالبريفرنس
بس اضغط على كلمة 32 حتطلع لك هذه سهل كثير بتشغل لك هذه الأمور. وهذا بصراحة ما عندي، أتمنى أني يعني أنه اللي قدمته اليوم جيد إلى حد ما. ممتاز والله، ممتاز والله، ممتاز والله يا حبيبي يا أبو نوار. ممتاز ممتاز، خوش، جزاك الله خير. عندكم أي شيء جاهز؟ لا بس أبو حلا، أنا بالتفعيل جي بي يو راح من شو اسمه، من اللي هو البريفيو. البريفيو بعرف. لا أنا قاعد أحكي لك على الكودا، بحكي لك على الكودا. على الكود اذا بدك، اللي انا بدك هذه بتروح على البريفرنس العادي وبتفعلها الفيديو أيه. كارد تبعك ايش اللي بدك اياه. بس انا كنت بحكي لك انه هذه الصيغه كانت زمان على البريمير، هلا صارت متفاعله مع الافتر افكت اللي هي الميركوري بلاي باك انجن. والحلو في الموضوع انه انت هسه صار فيك بالافتر افكت تعمل منه اوتبوت وتشبك على التلفزيون وتشوف طبيعي اللي بدك اياه. كانت هاي زمان كارثه بالنسبه له. ايه كثير ادوبي بتحل كثير من المشاكل، بس انت بعلها ما تبيعها زي ما صاحبنا باعها يعني. اي بالضبط، صاحبنا على السريع شاف الناس وين ما بتشتغل بروح وراهم مشكله. اي الله يعين ان شاء الله. الله يعطيكم العافيه، ما قصرت يا شباب. ماشي مشكورين. الله يحفظك حبيبي والله، يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك، يلا مع السلامه. نعم.